كشتن طلع من مطار الشعبي مكشتن وما أتيام وحظور يمشي وصحة. قتل زوجي أمامي وبعده بدقائق شقيقه ووالده، وباتت أمه وشقيقته في قبضتهم. مسلحو تنظيم الدولة كانوا يبحثون عن النساء وحصلوا عليهن، كانوا يطلقون النار ويرقصون بأسلحتهم. باش تجعلت تعبت انت الخبر الدانوت سألونا إن كان أحد منا يرفض التحول للإسلام، وبالطبع لم يجرؤ أحد على الرفض، وكان هناك 14 طفلا تحت سن 15. قتل واحتجاز وتنكيل، كلها شهادات تحكي معاناة ليست من العصور الوسطى بل واقعا يعيشه إيزيديو العراق. منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً تحدثت فيه عن ما قاسته هذه الأقلية بعد احتجاز تنظيم الدولة مئات الإيزيديين في مراكز احتجاز رسمية ومؤقتة في العراق وسوريا. وأضاف تقرير المنظمة أن الجماعة عملت بشكل منهجي على فصل الشابات والمراهقات عن أسرهن، وأرغمت بعضهن على الزواج من مسلحيها حسب العشرات من أقارب المحتجزين. عندما أتوا طوقوا المنزل وفرقوا الرجال والنساء والفتيات، أجبروا الرجال على التحول للإسلام وأخذوا معهم الفتيات. الإيزيديون الذين قابلتهم المنظمة في مدن دهوك وزاخو وأربيل والمناطق المحيطة بها في كردستان العراق أفادوا بأن مسلحي تنظيم الدولة احتجزوا نحو 366 من أقاربهم، من بينهم فتيان يسعون إلى تدريبهم عسكريا ودينيا. النساء من جهتهن يقولن إنهن قاومن قدر المستطاع. أخذوا كل الفتيات وقتلوا الرجال وتركوا النساء، ولكننا حاولنا قدر المستطاع منعهم من لمسنا. شهادات كثيرة أخرى تحكي قصصاً مروعة وصادمة، والمعطيات على الأرض لا تشير إلى أي نهاية قريبة لها.